كانت هناك مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين لدين رب العالمين، فهنا لا ينبري لمناظرة أهل البدع إلا من استطاعها، ولا يستطيعها إلا بثلاثة أشياء: الإخلاص لله عز وجل والاستعانة به حق الاستعانة، الثاني أو الشيء الثاني أن يكون عنده علم كاف في رد شبهاتهم، الثالث أن يكون عنده علم كاف في شبهاتهم التي من كتبهم. يعني بعد ما أخلصت واستعنت بالله حق الاستعانة لابد يكون عندك علم شرعي من الكتاب والسنة يغطي على شبهاتهم، لكن لو عندك علم وما عارف شبهاتهم برضو ما بتنفع، لازم تكون عارف. عشان كده قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا ناظر أول حاجة بيمسح للمبطل شبهاته كلها من الكتاب والسنة، ويمسح له من كتبه ذاته، من كتبه ذاته. يعني مثلا يجيب له تعارض لعبه هناك من كتابه ذاته صفحة كده، وذاك ذاته يكون شايل وساكت، ويرد على الشبهات ويمسحها نهائي، مش يناظر ويترك شبهات عالقة، يكون أعطى الخصم فرصة إنه يبث شبهاته في مجتمع أهل السنة، لأنه المناظرة بيجي فيها أهل السنة بيجاي السني معاه أهل السنة، والعالم من أهل الضلال الضال ومعاه شنو؟ جماعته. فأنت أديته المنبر إنه يسمي مناسك ديل، صحيح ولا ما صحيح؟ فلو ما كان عندك القوة والقدرة إنه السموم والفكة دي كلها تمسحها، حرام تناظر، حرام، ولو زكاك من زكاك حرام، لأنه تديته الفرصة في حين أنت كنت في سعة من دينك، كان ممكن تعمل محاضرة ما تعمل مناظرة، المنبر يبقى حقك براك، لكن أنت قسمت له المنبر وجبت له ناسك يسمعوا له، انتبه للحتة دي، اسمعوا له، حيملاهم شبهات. يبقى لو ما عندك القوة الكافية في الرد عليها من الكتاب والسنة والأباطيل في كتبه ذاته وكتب أهل البدع، حرام تناظر، حرام عديل. عشان كده بتلقى كتب الاعتقاد وغيره الإمام أحمد يحذر من مناظرة أهل البدع والآجري، صحيح ولا ما صحيح؟ الما فقهوا المسألة بيشيلوا وصل النصوص دي، إيه جارين يقول لك المناظرات كلها حرام، لا، كلامك ده هو الحرام، المناظرات ما كلها حرام، لكن مناظرات المافيا الشروط دي هي شنو؟ الحرام. ليه؟ لأنه إبراهيم عليه السلام ناظر ولا ما ناظر؟ ناظر. مفسرون قالوا هذه مناظرة، لما حاج النمرود ابن كنعان أو حاجه النمرود، وإبراهيم عليه السلام ناظروا بأرفع أنواع المناظرات، أرفع أنواع المناظرات، كلمتين بس، لكن لمن يعرف حال المناظرات دي أرفع أنواع المناظرات. كيف؟ ابن كثير إبراهيم عليه السلام قال له ربي الذي يحيي ويميت. النمرود، ويقال النمرود برضو، جاب اثنين مسجونين من جوا من السجن حقه، قال ده حكم الاثنين ده، قال حكم لهم بالموت، واحد قام قتل قال أمته، والثاني محكوم له بالموت قال أطلقته صراحة وقال أحييته. هنا كان حيكون في جدل، لا ما المقصود كده، لا 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 قاصد، لا ما قاصد، قاصد الموضوع بيكون طويل، صحيح ولا ما صحيح؟ إبراهيم خلى الموضوع ده خلاه وانتقل لموضوع لا يستطيع نمرود. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ديل ما بيقدر يجيبه ما جوا السجن، بيقدر يجرهم بيده، لكن الشمس يقدر يجرها بيده. شفت انتقل كيف؟ دي أقوى أنواع المناظرات، أقوى الحجج. عشان كده ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ده ما ساكن، دي أقوى أنواع المناظرات، تنتقل من موضوع الفي والجدل كثير وتمشي طوالي لموضوع، إما قبل المناظرة أو أثناء المناظرة، والاثنين دول كل واحد عنده فهم كثير. قبل المناظرة تختار المواضيع اللي ما فيها كلام كثير وخلاف كثير، يعني ما ممكن تناظر واحد بينكر
علامات الساعة كلها، بينكر عذاب القبر، بينكر نعيم القبر، بينكر نزول المسيح عيسى ابن مريم، بيقول إنه شيخه أعلم من الرسول لأنه شيخه بيتكلم الفرنسي والرسول ما يعرف الفرنسي. تخلي ده كله وتجي تناظر هل تغطية الوجه واجبة أو مستحبة؟ ما ممكن، ما ممكن تناظر واحد بيقول غير الله بيعلم الغيب، بيقول شيوخنا بنزلوا المطر، بيقول الفقراء ديل بيخلقوا الجنة في رحم أمه، بيقول إن كفر ذاته أبو جهل ذاته ما حصل قدره. تجي تناظر بالسبحة بدعاء سنة، قل لك شيخك ذاته فلان في فتاوى كذا قال بجوز. موضوع ده موضوع طويل زي ما يقول أحمد البدوي، خلاص. فأنت أمسك في الموضوع شنو؟ العظم. عشان كده إبراهيم طوال انتقل لشنو؟ لشيء لا يستطيعه. ما داك طلعهم بيده من السجن، جيب دي بيدك، فأتي بها من شنو؟ من المغرب، فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فموضوع المناظرات أصعب موضوع، لذلك قال الإمام السعدي رحمه الله في مقدمة التفسير قال: وهذا لا يقوم به إلا خواص العلماء الربانيين، يعني حتى بالعلماء ما هم، ما كلهم، خواص العلماء. يا أخي الألباني يحكي عن الشنقيطي كما حكيت لكم عن الشنقيطي الكبير صاحب أضواء البيان، مش اللاف فيها سعادة مع ناس السرورية وغيرهم، لا، قال ده كان بحر في العلم. قال: وإنما مثاله يذكرني بابن تيمية. الألباني يقول عنه كده، قال: ولكن كان لا يستطيع الجدال والمناظرة، مع أنه مؤلف كتاب ضخم في الجدل والمناظرة، الشنقيطي نفسه، اسمه أدب الجدل والمناظرة. من هنا نستفيد شنو يا جماعة؟ نستفيد أن لا نناظر حتى نتأهل لها، وأن لا نستعجل، فإن العجلة من الشيطان. والآن مجال المناظرة واسع، لما نقول له نناظر، الواحد كلنا قد نظن إحنا والله ما قاعدين نناظر، لا قاعد تناظر. غالبنا مع وسائل التواصل دي، فيسبوك واتساب و إلى آخره، تلقى واحد خاش في مجموعة فيها صوفية، فيها حركيين، فيها 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 فيها، يرد على ده ويرد على ده، وذاك في الكلام شبهة، ويقوم يتصل الساعة 12 بالليل: يا شيخنا الزول ده قال لي كده، هنرد عليه كيف؟ أنت دخلك شنو؟ ومصحيني من أنت دخلك شنو؟ ليه داخل جوا أصلا؟ ما بيجوز، حرام، والله حرام، والله حرام. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يا ناس اتقوا الله، رسول ما يجادل ساكت ويخش ساكت ويضيع نفسه ساكت، دي مناظرات. الشيء الشغالين ده في الواتساب في غيره مجموعات، وترد عليه وتمشي تفتش في جوجل تجيب لك رد على شبهه وتفك عليه تقول نجمته، انت عارف الرد على شبهه منه؟ يمكن سروري، وداك ذاته ده الرد، انت تشيل حقه وتجي ترد على واحد ثاني. فيا ناس افهموا افهموا، الانسان ما يستعجل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العجله من الشيطان والتأني من الله تعالى، روى ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ما يستعجل. ومن أخطر الأخطر أخطر الذنوب والجرائم التي هي بسبب الخوض في الجدال والمناظرة بلا علم، القول على الله بغير علم. دار ترد شبهة، أنت قد تجيب شبهة ثانية أخطر من حقة الصوفي ذاته، وأنت ما عارف الحاصل. دار ترد على شبهة، تجيب شبهة أكعب من حقة ذاته. عشان كده ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله بيسألك عن الفتوى والقول عليه جل وعلا بغير علم. الأولى أن تسكت، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، أو لا أعلم، أو لا أدري. تسكت، ما تناقش ولا تناظر، ولا ربنا كلفك أنت
وأنت لا تستطيع الرد على هذه الشبهات، ما كلفك أن تدخل مع أهلها أهل الشبهات وترد عليهم، فأنت لا تستطيعها. دي مسألة مهمة جدا جدا، من أهم المسائل. كذلك كده كم قاعدة؟ 4 قواعد. القاعدة الخامسة، لا بد أن تجتهد في تحصيل العلم لتنفع به نفسك والمسلمين، وأن لا يكون همك من هذا المراء والجدال فقط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء. إلا شنو؟ ليماري به السفهاء، أو ليجادل به السفهاء، أو يماري به العلماء، فالنار النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمك ده يكون خالص لله. قيل للإمام أحمد: وما إخلاص النية في العلم؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين. لكن ما تقول كده: أصبر أنا بتعلم وأجي أسوي وأفعل وكذا وكذا، يكون همك الرياء والمماراة والجدال. اتعلم، بعد ذاك الجدال ده بيجيك لما تبقى قدره، هم أهل البدع كتار، بيلاقيك ما اللي دارت الدارة منه ما دارت الدارة، يعني ما تستعجل بيجوك. انت اجعل همك ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين، الموضوع الثاني ده بيجيك براو اذا جاك. وانت اهل له فتوكل على الله عز وجل واعد العده. بتتوفق بتتوفق. الامام عبد العزيز الكناني ان صح الكتاب بتاع الحيده اختلف فيه علمانا، الشيخ الفوزان قال ثابت، والشيخ الالباني قال ما ثابت كتاب الحيده. خلاص مناظره عجيبه. والشيخ محمد أمان الجامي وفق بين الأقوال، قال: إذا ثبت أو لم يثبت فإنما فيها غالبه وأعظمه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا مواضع يسيرة جدا. المهم، الإمام عبد العزيز الكناني في مقدمة كتاب الحيدة في معنى كلامه قال: أول ما ماشي ناظر بشر المريسي، مجرم كبير ده، وكان محتمي بالسلطان، قال وعبد العزيز الكناني رجل عالم، ما زال عالم وحافظ القرآن بتفاسيره والأحاديث وكل حاجة، ده أول حاجة عد العدة. 2، قال: فصليت وسألت الله تعالى أن يخلص نيتي وأن يعينني وأن يفتح علي، وما زلت أدعو دعاء طويلا، وهكذا استغاث بالله واستعان بالله وتوكل على الله. قال: ثم ذهبت إليه نجم لك، حتى الحاكم ذاته عرف إنه زوله ده تنجم، موضوع انتهى، وبقى كتاب مرجع يرجع له علماء وأئمة كبار من سلفنا الصالح، كتاب الحيدة. مناظر دي كانت كتبت والآن موزعة للمسلمين، لكن لأنه أعد العدة وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما عنده عدة ما يجهجه نفسه ساكت يا جماعة. وأنا بستغرب بعض اخواننا، الواحد يمشي يوقع معاهم مناظره مع الصوفيه مثلا، يوقع مناظره، هو يوقعها براو ويختار الموضوع براو، شفت كيف؟ والجماعه يصرف في الموضوع وما عارف، يجي يضرب يقول لكم: يا اخواننا والله طبعا في مناظره وما تخزلوا الدعوه. انت خزلت اول واحد، اول واحد باستعجالك وجهلك خزلت اول واحد. من اللي قال لك وياتوا موضوع بيختاروا؟ وهل انت تعرف المواضيع التي يناظر فيها اولا قبل الاخرى؟ انت عارف يا تا الزول ما يورط نفسه ويضيع يعني كثير من دينه ويضيع الدعوه عنده بهذا الاسلوب والاستعجال والتعجل. الانسان ينتبه يا اخي. وما اي زول يقول لك، ما اي زول بيناظر يقول لك دارين معاكم مناظره، تجي جاري تقول فلان فلان منو فلان منو. اي زول بيناظر، اي زول لافي بالشارع بيناظره، اي زول قال نحن كعبين يناظر، معناته حنناظر الكره الارضيه دي كلها، اكثر من كم مليار، تعال مناظره انتهي، تعال انتهي، لا نصلي لا نصوم لا نتعشى لا نفطر، بس نقعد نناظر. ها،
ده ما كده يا جماعة، ما أي ظلم يناظر، ولا كل صاحب ضلالة بيناظر. برضو دي مسألة، ليس كل صاحب ضلالة يناظر، ولا أي إنسان نبذنا ولا تكلم كلام فاضي معناته ده يستحق المناظرة. من الناس من يستحق السكوت ويموت بسبب السكوت، داك مات ولا ما مات، لكن الآن مات كمت لأنه ما بزول يشتغل به، زول بليه ساكت، فما أي زول بيرد عليه ولا أي إنسان بيناظر. أهل الباطل أكثر من أهل الحق في الكرة الأرضية دي، في الواطة دي، لكن ما يزول بيناقشوا من أهل الباطل. ولا بعدين أنت تعلم شيء، بدل ما تضيع زمنك في واتساب في فيسبوك تناقش لك زول هو أصلا ما داير الحق، أساسا ما داير الحق، تضيع فيه 70 ساعة، بدل ما تضيعها في ده، في زول لو لقى منك 7 دقائق ربنا ممكن يهديه ويبقى سلفي صحيح، 7 دقائق بس، زول أصلا بيفتش فيك وبيحب التوحيد لكن داري يتعلم وما لاقيها. وينهم الناس اللي بيعلموني ذيل؟ بيفتش، ولما الاقيه يقول لك وين انتم ما كلمتوني من المحاضره ليه؟ والله كان بجي. هل اولى ده ولا اولى الزول المعرض؟ قال الله، يقول لك لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا. ده كيف انت تطيب معه زمنك؟ ده تعرض عنه طوالي. شيخ ربيع قال حفظه الله تعالى، وصل وصيتي، قال ما تضيع زمنك مع الانسان ما داير الحق، انت عارف ما داير الحق، يرد الادله ويرد الايات ويتعصب لكلام شيوخ وايا كانوا، ويقدم كلام شيخ وكلامه هواه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ده اولى منه الانسان الذي يبحث عنك، يبحث عن الحق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وانا اقدم بعد الصلاه ان شاء الله الشيخ احمد البدوي.